باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد القديس يوحنا المعمدان. والقديس يوحنا المعمدان هو آخر أنبياء العهد القديم، من نهاية ملاخي إلى يوحنا المعمدان ما فيش أنبياء، وبالتالي يوحنا المعمدان هو الجسر اللي بيربط ما بين العهد القديم والعهد الجديد. وقديس يوحنا المعمدان له ألقاب كثيرة، اللقب الأشهر فيهم هو المعمدان. وأول من دعا يوحنا باسم المعمدان هو هيراكليون الغنوسي في القرن الثاني الميلادي خلال شرحه لإنجيل يوحنا الإنجيلي. وبعد ذلك أباء الكنيسة زي كليماندوس والأسكندري وأوريجانوس دخلوا استخدام كلمة المعمدان في كتاباتهم، وبالتالي الكنيسة كلها ابتدت تعطي هذه الصفة بصفة أنه تميز القديس يوحنا المعمدان كان بسبب المعمودية وبسبب عماد المسيح، وبالتالي سموه المعمدان. ولكنه له أسماء أخرى كثيرة، صفات مرتبطة برسالته، زي أنه هو السابق لأنه يعد طريق الرب، السابق بسبب المعمودية، الشهيد، الكاهن ابن الكاهن، أعظم مواليد النساء، وملاك الصحراء، الصوت الصارخ في البرية، صديق العريس، كلها أسماء مرتبطة بصفات للقديس يوحنا المعمدان. والكنيسة بتكرم القديس يوحنا المعمدان تكريما فائقا. نلاقي في كل كنيسة في أيقونتين في للقديس يوحنا المعمدان في كل كنيسة أرثوذكسية، واحدة في المعمودية والتانية على يسار المسيح في الايكونستاسيس اللي هو حامل الايقونات. كل كنيسة هتلاقي فيه ده، وفي نفس الوقت الكاهن وهو بيعطي البخور لابد ان هو بيعطي بخور لايقونة القديس يوحنا المعمدان. وعلشان نشوف عظمة القديس يوحنا المعمدان نتتبع من البداية ولادة يوحنا المعمدان، ونرى في إنجيل معلمنا لوقا بيقول: وكان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية، وامرأته من بنات هارون واسمها أليصابات، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، ولم يكن لهما ولد، إذ كانت أليصابات عاقرا وكان كلاهما متقدمين في أيامهم. لما نيجي نشوف النص الكتابي ده بنلاقي فيه بعض الأسماء نحب نفسرها الأول علشان نعرف الصورة والظروف المحيطة بولادة القديس يوحنا المعمدان. أول حاجة ذكرها لنا النص الكتابي أنه في أيام هيرودس ملك اليهودية، وهيرودس اللي بنتكلم عنه ده دلوقتي مش هو هيرودس اللي قدم يوحنا المعمدان وقطع راسه، ولكن هو أبوه وهو هيرودس الملك. وهيرودس ده هو اللي قتل أطفال بيت لحم. هيرودس ملك في اليهودية كلها، وهو ابن الدبلوماسي أنتيباتر الأدومي، وكانت زوجته نبطية، يعني هو أصل أدومي وزوجته نبطية، وملك على اليهودية وبسط نفوذه من أول هضبة الجولان للبحر الميت جنوبا، وكان حليفا جدا وأمينا للدولة الرومانية، وتطبع بطباع الدولة الرومانية والثقافة الهيلينية والرومانية في كل أعماله. علشان كده اتعرض لمعارضة شديدة من المجموعات اليهودية،
كان مقره في مدينة القدس أورشليم، واشتهر بمشاريع البناء الفاخرة علشان يضاهي بيها الثقافة الهيلينية والثقافة الرومانية. ومن المصادر اليهودية أنه مشكوك في شرعيته بسبب أنه هو أبوه أدومي وأمه نبطية من أصل عربي، وفي المسيحية بنعتبره طاغية لكونه أنه قتل أطفال بيت لحم. كان من الملوك اللي أثروا كتير في المسيحية بسبب عنفه الشديد. زكريا الكاهن اسم عبري معناه يهوى تذكر، الله يتذكر، الله يذكر. وفي 32 شخصية في الكتاب المقدس اتسموا باسم زكريا. أما إليصابات فهي الصيغة اليونانية للفظة الشبع، وده اسم الله قسم، وهي نفس اسم امرأة هارون الكاهن، فهي اسم عبري الشبع، وفي نفس الوقت ترجمت باسم إليصابات. فرقة أبية، أبية معناها يهوى أبي، وأبية هي الفرقة الثامنة من الفرق الأربعة وعشرين اللي قسمهم الملك داود لأبناء هارون واللاويين في أخبار الأيام الأولى علشان يقوموا بخدمة خيمة الاجتماع. وبعد كده لما سليمان النبي بنى هيكل سليمان قسمهم وثبتهم وداهم خدمة احتكارية، ومن هنا ابتدى توريث الأب للابن في الخدمة بتاعتهم بنفس التقسيمة وبنفس الفرق اللي كانوا بيقوموا بيها. وبالتالي في أخبار أيام الأولى الملك سليمان والملك داود قسموا هذه التقسيمة وفضلت ماشية لغاية ما انتهى الهيكل. في عهد هيرودس الملك كان هناك حوالي 20,000 كاهن في أنحاء المملكة، وده عدد ضخم جدا. فبالتالي اتقسمت الفرق، كان كل فرقة بتتكون من 800 ل1000 كاهن، فكان لابد ان لما يجوا يعملوا حاجة لابد ان هم كانوا يقدموا قرعة علشان مين اللي يطلع يقدم البخور. حياة هذه الأسرة أنه هما برين سالكين أمام الله بجميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. يعني لما تيجي تشوف التقرير اللي بيكتبه قديس لوقا عن هذه الأسرة أن كليهما كان برين وأن كليهما سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. يعني قد إيه كانت حياتهم مقدسة وقد إيه كانت حياتهم مباركة، إلا أنه كان عندهم نقطة ضعف مجتمعية. هذه النقطة الضعف أنها إليصابات كانت عاقرة، وفي الوقت ده كانت أيام اليهودية أنه المرأة كانت تقاس بقدرتها على الإنجاب، وإليصابات كانت عاقرا ومتقدمة في أيامها وبالتالي لم تنجب طفلا، وده كان سبب عار لها وكان سبب يعني كافي لإنعزالها ونبذها من المجتمع، رغم أن هم كانوا أبرار. الكتاب المقدس يذكر لنا أن عائلة زكريا كانت تسكن جبال يهوذا الجنوب الشرقي من القدس في طريق بيت لحم، وأغلب أباء الكنيسة بيقولوا أنها كانت عبارة عن قرية يوطا في الخليل المعروفة تاريخيا باسم حبرون، ويعني معروفة أيضا باسم عين كارم. بشارة بميلاد يوحنا المعمدان يقول لنا أنه لما حان الوقت فرقة أبية اللي بينتسب إليها زكريا اللي كانوا بيخدموا كل فرقة عبارة عن أسبوعين في السنة كلها، وسافر زكريا علشان يروح إلى أورشليم ويقوم بالخدمة، ووقع عليه القرعة
ان هو يقدم البخور، وكانوا يقدموا البخور في القدس على مذبح البخور، لكن قدس الاقداس ما حدش بيخشوا الى رئيس الكهنه في عيد الغفران فقط. وكانوا يقدموا البخور مرتين، مره في الساعه الثالثه ومره في الساعه التاسعه، يعني صباحا ومساء. وبعديها كان يخرج الكاهن بعد كل بخور علشان يبارك الشعب حسب الوصية اللي مكتوبة في سفر العدد عدد 6، أمر موسى هارون كل هارون وبنيه هكذا تباركون إسرائيل. والبركة اللي كان يخرج الكاهن يقولها هي يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. ويكمل في سفر العدد يقول فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم، يعني الرب هو الذي يبارك وإنما الكاهن هو الذي ينطق بالبركة، إنما هنا ربنا بيحدد بكل وضوح هم يجعلوا اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم. يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. البشارة هنا وأثناء ما زكريا بيقدم البخور ظهر له ملاك، فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر، وكان جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف، فقال له الملاك لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك أليصابات سرتلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إلي وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. لاحظوا هنا رسالة الملاك لزكريا أنه يؤكد له أن الله لا ينسى طلباتك، وكل واحد مننا له طلبات قدام ربنا. تأكد أن الله لا ينسى طلبتك، تأكد أن الله يسمع، الله يبارك. ولاحظ هنا الأسماء جميلة جدا، أن يوحنا بمعنى الله حنان، وزكريا بمعنى الله يذكر، وأليصابات بمعنى الله يقسم. ويعني هنا رسالة جميلة لكل واحد فينا، الله الحنان هو الذي يذكر صلواتك، وهو الذي يقسم لك نصيبك، هو الذي يعطي. وعشان كده كل واحد مننا يكون له هذه الثقة، طلبتك قد سمعت وامرأتك أليصابات تلد ابنا ويسميه يوحنا. أما الصفات اللي حطها هنا للقديس يوحنا المعمدان هي بتمثل في الحقيقة محور الرسالة اللي هيقوم بيها القديس يوحنا المعمدان وصفاته. أول حاجة يكون فرح. كانت رسالة يوحنا صحيح أنه كان قوي وفي نفس الوقت يوبخ، ولكن الناس كانت تأتي إليه بفرح، هو مفرح، هو مفرح لأن الله وضع فيه هذا الفرح. ونمرة 2 أنه يكون عظيما، يعني هو ولد عظيما وقبل أن يولد أيضا عظيما، لأنه كان في فكر الله عظيما. يعني يوحنا المعمدان سر عظمته هو الله نفسه، الله الذي وضع فيه هذه العظمة حتى قبل أن يولد، وهو يعلن عن ميلاده ويبشر بميلاده، قال أنه يكون عظيما. العجيب أنه يقول لنا أنه يكون عظيما أمام الرب. كثيرين ممكن يكونوا عظماء أمام الناس، وممكن يكونوا عظماء في عين أنفسهم،
ولكن يوحنا المعمدان يكون عظيما أمام الرب. ما أجمل هذا التعبير، جميعنا نقف أمام الرب خاضعين، جميعنا نقف أمام الرب في خشوع وفي اتضاع، وجميعنا نقف أمام الرب ونحن نتضاءل جدا أمام عظمة وكرامة ومجد الرب. إنما يوحنا المعمدان ربنا اداله هذه البركة، يكون عظيما أمام الرب. واداله أيضا يقول له خمرا مسكرا لا يشرب في نسك في حياته. العجيب أنه يقول له ويمتلئ من بطن أمه بالروح القدس. يوحنا المعمدان امتلأ من الروح القدس وهو في بطن أمه. ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم ويتقدم أمام الرب بروح إلي وقوته ليرد الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. وهنا رسالة يوحنا المعمدان كانت إعداد الطريق أمام الرب. هنا لما زكريا يسمع هذه الرسالة العظيمة لابد أن هو يتخشع ويشكر، زي ما العذراء سمعت الرسالة أيضا من الملاك ولكنها آمنت. لكن زكريا هنا ابتدى يشك وابتدى يقول للملاك كيف أعلم هذا لأني شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها؟ فأجابه الملاك أنا جبرائيل الواقف قدام الرب، أرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وأنت تكون صامتا لا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلام الذي سيتم في وقته. كلمة الله فاعلة، كلمة الله نافذة، عشان كده الإنسان يثق في كلمة الله مهما كانت حتى ولو هي خارج العقل. مشكلة زكريا أنه وضع كلام الملاك في داخل فكر عقلاني، إزاي يكون ده من رجل شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها؟ علشان كده نحن نثق في كلمة الله، نثق في وعود الله مهما كانت هي خارج العقل. وهنا الشعب كله كان منتظر زكريا ومتعجب من إبطائه في الهيكل، ولما خرج لم يستطع أن يكلمهم، ففهموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل، فكان يومئ إليهم وبقي صامتا. وهنا لما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته، وحبلت إليصابات امرأته وأخفت نفسها 5 أشهر قائلة هكذا فعل بي الرب في الأيام التي نظر فيها لينزع عاري من بين الناس. وهنا مهم جدا أن احنا نشوف قد إيه ربنا يرفع الأبرار، حتى ولو تركوا إلى فترة الله يرفعهم، الله يفتقدهم، الله يباركهم، الله ينزع عاره بين الناس زي إليصابات. وهنا نلاقي أن هناك علاقة بين ولادة القديس يوحنا المعمدان وبشارة الملاك للعذراء مريم. هنا أنه في كلام الملاك يديها نفس الرسالة أيضا، وهو ذا إليصابات نسيبتك هي حبلى بابن في شيخوختها، لأنه هذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. يعني هنا بيؤكد لنا أن الله قادر على كل شيء حتى لو هو خارج العقل. وهنا العذراء تاخد بعضها على طول وتروح إلى بيت زكريا، ولأنه العذراء هي بنت خالة إليصابات، يعني الاثنين أمهات إخوات، رغم أنه العذراء من سبط يهوذا السبط الملوكي وإليصابات من سبط لاوي، فبالتالي العذراء وإليصابات بنات خالة. فقامت مريم بسرعة وذهبت إلى الجبال إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم قائلة مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي؟
فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. الفرحة الكبيرة أنه حينما أتت العذراء بهذه البركة العظيمة وهي تحمل في بطنها مخلص العالم الإله المتجسد، بكل تأكيد إذا امتلأت بالروح القدس إليصابات فهي بكل تأكيد ابنها أيضا، كانت البشارة أنه يمتلئ من الروح القدس من بطن أمه، وهنا هذه اللحظة امتلأ يوحنا من الروح القدس، وبالتالي كأنه قام وسجد بابتهاج. إزاي الأم بتشعر أن الجنين بيتحرك، ومش بس بيتحرك لكنه يرتقد بابتهاج، الفرحة العظيمة اللي كانت ليوحنا المعمدان وهو في بطن أمه أن يمتلئ من الروح القدس لمجرد سلام العذراء مريم، لأنه كان دي خطة الله ليوحنا المعمدان أنه يمتلئ من الروح القدس. وبالتالي هنا ولادة يوحنا المعمدان هنا أيضا كانت فيها رسالة عن رسالته وأيضا صفاته. أما إليصابات فلما تم زمانها لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها وأقرباها أن الرب قد عظم رحمته لها ففرحوا معها. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا. فأجابت أمه لا بل يسمى يوحنا. فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك تسمي بهذا الاسم. ثم أومأوا إلى أبيه ماذا يريد أن يسميه، فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا، بحسب طبعا الرسالة اللي أدها له الملاك. في الحال انفتح فم ولسان وتكلم وبارك الله، فوقع خوف في كل جيرانهم، وتحدث بهذه الأمور في كل جبال اليهودية. وأودعها السامعون في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي، وكانت يد الرب معهم. وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ مبارك الرب إلى إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، وأقام لنا قرن خلاص من بيت داود فتاة، كما تكلم فم أنبياء القديسين الذين هم منذ الدهر خلاصا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. وهنا يتنبأ على الصبي ويقول وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طريقه لتعطي لشعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا التي افتقدنا المشرق من العلا ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهيئ أقدامنا في طريق السلام. هنا نبي العلي يتقدم أمام وجه الرب ليعد الطريق أمامه، ودي كانت هي رسالة القديس يوحنا المعمدان. وأما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح، وكان في البراري إلى يوم ظهوره إلى إسرائيل. كتابات كتير، وهنا أما الصبي فكان يومه إلى يوم ظهوره إلى إسرائيل. هنا محتاجين نشوف أنه الله يستجيب لك، الله له خطة وقصد في حياتك، الله يعتني بك ويرعاك حتى ولو كنت في البراري. وهنا كيف انتقل يوحنا إلى البراري ده اللي هنشوفه مع بعض في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. ربنا يديكم نعمة، والإلهنا كل المجد إلى الأبد، آمين.